متواصلة معاكم في فقراتنا اليوم في حضرة المساء، بداية بالشركات وتأسيسها ومواصلة بالعلاج التكميلي، العلاج بالأعشاب وتفاصيل عديدة حول أساليب أخرى للعلاج غير المستشفى والطبيب أو العلاج الطبيعي. خلونا نعرف تفاصيل أكثر، نقوص أكثر في العلاج التكميلي مع أستاذ أو عفوا دكتور سيف الدين المكاوي، هو اختصاصي الطب التكميلي. مرحبا بك يا دكتور، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بهذا المساء أكون معاكم وإن شاء الله نقضي لحظات جميلة. نورتنا. بداية عرفنا ما هو الطب البديل. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطب البديل أو ما يعرف بالإنجليزية Alternative Medicine، أو ما يعرف بالطب التكميلي أو المكمل اللي هو Complementary Medicine، في تعريف بسيط له هو أسلوب علاجي، وهذا الأسلوب يعتمد على نقاط معينة للوصول للاستشفاء، وبيعتمد في المداواة يعني على المداواة النفسية والجسدية. أي أن الطب البديل يربط بين النفس والجسد في العملية العلاجية، وممكن نقول هو مجموعة من التخصصات الطبية التي تعمل في مجالات مختلفة أيضا بهدف الوصول للاستشفاء. جميل، ده فيما يعني تعريف بسيط عن الطب البديل، وأي حاجة من شأنها تقوم مقام المداواة أو تشكل لنا بديل هي ممكن تدخل في حاجة، لأنه الطب البديل مجال واسع جدا وأنماطه متعددة. فنحن ما بنقول بديل أي بمعنى بديل للطب التقليدي أو الطب الحديث، لكن ممكن يكون بديل لبعض مفردات الطب الحديث الممكن تكون ما ممارسة، فأصبحت الآن ممارسة عندنا في الطب البديل. جميل. طيب دكتور سيف الدين، خلينا نوصل للمشاهد يعني ببعض الحكاوي أو القصص اللي نجحت معك. أنت معروف بأنك بتعالج بالغذاء والماء، المشاهد حاليا بيكون عايز يفهم طريقة العلاج والفهم بأنه أنت تعالج بالغذاء والماء شنو؟ نعم، طبعا دائما نحن يعني في العملية العلاجية بالذات بنحاول دائما في البداية بنكون فكرة عن البيشن أو الإنسان العيان بهدف الوصول للتشخيص، والحمد لله الآن يعني الطب الحديث فيه جوانب بتساعد دائما على التشخيص. جميل. والغذاء أو الماء أو العسل أو البدائل الطبيعية دي نقاط نحن بنرتكز عليها في العملية العلاجية، ونحن دائما في الطب الحديث يعني عندنا الغذاء هو دواء، ودائما الكلام ده بيتماشى مع المقولة اللي بتقول إذا لم تتعامل مع الغذاء كدواء سيأتي يوم تتعامل مع الدواء كغذاء. أي بمعنى أنك أنت لو ما بقت عندك ثقافة عالية أو ثقافتك الغذائية بقت عالية، عارف شنو ممكن ينفع معك وشنو ممكن يحل لك مشكلتك وكيف تأكل ومتى تأكل، والمسألة دي كلها ما بقت متماشية مع مشكلتك حتواجهك في مستقبلك أو حتتواجه في مستقبل أيامك أنك أنت شايل لك كيس من الأدوية تبلع من ده وتتحقن من ده وتنطعم من ده، فبيبقى انك انت تتناول ادويه اكثر من انك تتناول غذاء. فالانسان لما يكون عنده ثقافه غذائيه عاليه جدا وعنده اي حاله مرضيه او مشكله بيعرف من خلال الغذاء الجيد كيف يتعامل معها. ونحن دائما في مركزنا بنعتمد على المكملات الغذائيه، ودي بالنسبه لنا وسيله معينه في العلاج في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بنعتمد على النصائح، بنعتمد على الارشادات. يعني اغلب الناس اللي بيجونا بيلقوا مننا معلومات مفيده، بيلقوا مننا معلومات ثقافيه غذائيه في اطار التغذيه السليمه، في اطار التهويه السليمه، التنميه السليمه. يعني بنحاصر المشكله من عده نقاط ونخليها في حيز ضيق. فالمزرعه دي اللي اكسبتنا الثقه وحققت لنا النجاحات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كبيره جدا. ونحن ما داري نقول يعني مبالغ فيها انه احنا الافضل، لكن نحن ما زلنا نزعه ونجتهد حتى على تطوير هذه المهنة بهدف الوصول للاستشفاء وتقليل الأثار الجانبية، لأن الطب البديل أو الأعشاب هي ذات مأمونية ونسبة السلامة فيها عالية جدا. فنحن الآن في مركز المكاوي يعني نتعامل بطريقة علمية بطريقة حديثة، الناس الموجودين كلهم يعني ناسهم أكفاء، ناس إكسبيرينس في العملية العلاجية، وفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يكون افتتحنا عدة مراكز. يعني حتى الموية بتاعتنا دي هي بتدخل معانا في حيز الدواء.
الآن يا أستاذ دعاء لو لاحظتي نحن الآن أصبحنا نتعامل مع الماء الميت. الماء الميت يعني شنو؟ يعني ماء حيوي زي موية الثلاجات، الموية اللي بتكون يعني ما عندها طاقات دخلت عليها عشان ترفع من كفاءتها الحيوية. ففي أجهزة الآن دخلت السودان وفي أجهزة عالمية، هذه الأجهزة بتعمل على رفع كفاءة الماء. لكن نحن ممكن يكون عندنا بديل، ودائما شغلنا بيتبني على البدائل زي ما قلت لك قبل. عندنا الماء بتاع الزر العادي ده، نحن الآن بنعطل الزر ده من أجهزة إحياء الماء. بمعنى الماء ده لما يكون في هذا الإناء، معلوم نحن مخلوقين من الطين، والزر ده مخلوق من الطين. والأفضل الإنسان يا أخواننا عشان يقلل من أي مشكلة هو مصاب بها، إذا أمكن يتناول الماء المنقوع، أن بيكون ماء صافي، ماء فلتريتد زي ما بقول، وبيكون فيه أغلب المعادن المعدنية المحتاجة لها جسم الإنسان عشان تكمل معه في العملية العلاجية. عندنا أيضا ماء زمزم ندخله معانا في العملية العلاجية، بالذات في الجوانب الروحية، ولأنه ماء زمزم يعتبر متعادل، يعني نسبة البي اتش فيه متعادلة وبيميل دائما للغلوية. وفي نفس الوقت عندنا جزء من البدائل بنعمل بها العسل، والعسل يعتبر صيدلية متكاملة. يعني العالم ده الآن والطب والعلم أثبت إنه العسل هو أنتي بكتيريا أنتي فيروس، يعني ممكن يكون مكمل غذائي فضلا عن إنه ممكن يعالج أي مشكلة داخل الجسم. لكن هذا الكلام لا بد الإنسان يتعامل مع إنسان متخصص. يعني أنت ما حتتعامل مع أي جهة، وفي بعض الناس الآن بيكون ما عندهم خلفية علمية فبيتعامل مع الأشياء دي بعفوية أو بيتناولها من السوق العادي. فالمزرعة دي هنا ما بتفيد ما لم تخضع لضوابط علمية وتكون مرت عليها التجارب الأولية حتى بعد ذاك تؤتي أكلها أو تحقق النتائج المطلوبة. جميل جدا. طيب يا دكتور حدثنا أكثر عن الحجامة. المعروف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالحجامة، وفي ناس لحد أسا بيتعاملوا بها، وفي ناس طبعا أسا ما جربوا بيتخوفوا من الحجامة ومن مفهومة. صحيح. وعرفنا كمان على الفرق بين الوقائية والعلاجية في الحجامة. صحيح. ما شاء الله ليلة البداية جميلة والأسئلة كلها مفيدة وجميلة. طبعا الحجامة هي وصية السماء زي ما قلت أستاذ ملاز، والآن الحجامة ممكن تكون معجزة طبية وسنة نبوية. المسلمين معتقدين الحجامة في السنة معلومة تماما وتطبيق للسنة، وخاصة إذا انتشرت أو استشرت الحجامة في حيز التداوي عند كل الناس. الآن الخواجات يعني وصلوا لأن الحجامة دي ممكن تعالج آلاف من المشاكل، آلاف من الأمراض. ليه؟ لأنه وجدوا الآن إحنا عندنا حاجة اسمها الحجامة والفصاضة، ديل الاثنين بيطلعوا دم من الجسم، لكن الدم بتاع الحجامه ده احنا نقول عليه دم يعني ما دم شرياني، ما دم مؤكسد جاهز للاستهلاك عشان الخليه تستهلكه ويساعدها في كل التفاعلات الحيويه. بمعنى هو دم ملوث. هذا الدم الملوث الناتج عن عمليه التمثيل الغذائي للخليه بيسبب لنا حاجة اسمها السموم، أو نحكي نقول على نفايات الخلية الناتجة من عملية التمثيل الغذائي. هذه السموم إذا ما وجدت مضادات أكسدة يمكن تتفاعل مع هذه الخلايا، وإذا تفاعلت مع الخلايا يمكن تسبب الكسل والتعب والعياء والخمول والفتور والأمراض، حتى السرطان يمكن ينتج منها. عشان كده هسه الآن الخدشة بتاعت الموسى البسيطة دي، بمجرد الإنسان ما حس بالألم الخفيف ده طوال الجهاز العصبي الحركي بودي هذه الإشارة للمخ فوق. المخ طوالي، ودي آلية اكتشفت حديثا بتعمل بها الحجامة. المخ بيدي إشارة طوالي للغدة النخامية، يا غدة يا نخامية في أكشن حاصل فدينا ما عندك. هنا بتقوم الغدة دي طوالي بفراز مواد يعني شبيهة بالمورفين. معلومة المورفين هو مسكن آلام، بدي إحساس بالراحة، ريلاكس، استرخاء كده. فالمواد دي لما الغدة تنتجها بتساعد في تسكين الآلام. يعني ممكن نقول الآن يا أخوان الحجامة ممكن تكون أنتيبين مضاد للألم، زي ما أنت تمشي الصيدلية تبلع حاجة مسكن الآلام، الحجامة كذلك، لأنه تشتغل مع المخ طوال. الغدة دي ممكن تفرز بعض المواد زي الكورتيزون. الكورتيزون طوالي بيساعد هنا في تنشيط الدورة الدموية، تغذية الدورة الدموية. ولما نجي نتكلم عن تنشيط الدورة الدموية
معنى التغذية للأطراف، حيوية الدم وحركة الدم بصورة صحيحة وانسيابه في الأوعية الدموية، ده بيساعدنا في رفع المناعة، في يعني حرق الأكسجين، وفي نفس الوقت ممكن يحرق السموم ويدينا نشاط ما عادي، في نفس الوقت ممكن يشكل لنا وقاية، لأنك أنت لما ترفع المناعة بتكون هنا عملت وقاية وحافظت على صحتك وشبابك وحيويتك. ونحن بننصح يا أستاذة ملاذ إنه كل الناس لازم تتحجم حتى لو ما عيانة، من باب الوقاية، لأنه الدم الملوث ده الآن الأرواح الخبيثة، الشيطان معلوم بيعيش في الدم، بيجري في دم الإنسان بالذات الأرواح الخبيثة، وما بيعيش إلا في الدم الملوث. يعني هسه في ناس بيجونا الواحد لحد ما يدخل المركز بهدف إنه عايز يتحجم، لكن بعد شوية إحنا بنلاحظ إنه يكون في تردد من المزالة دي. فالمزالة دي من عزاء لجوانب روحينا، الشيطان طالب حاول يزوغ الزول ده، لأنه الشيطان بيهرب من خدشة الموس وفي نفس الوقت بتحرمه. فيبقى يا أخواننا نحن من باب الوقاية، والوقاية بقوله خير من العلاج، إنه لازم يا أخواننا الإنسان يتحجم. وفي أيام معلومة في السنة الناس بتتحجم فيها، لكن نحن الآن يعني ممكن يكون أغلب المشاكل الحجامة بتدخل معنا جزء في العملية العلاجية. والباب بتاع الحجامة باب واسع جدا وبيحتاج لحلقات، لكن دي مثلا حاجة بسيطة. والناس يا أخوانا لما اتصلنا في المركز على أرض الواقع بيلقوا إن إحنا بنتعامل بالطريقة الصحيحة لعملية الحجامة، بمعنى في تعاملوا بالحجامة دي بطريقة عشوائية. حتى على مستوى الجهاز اللي بيحجموا به، تلقي جهاز واحد بيحجموه كذا شخص، هذا الجهاز الدم اللي بيطلع من النازل في دم بيساعد في انتقال الأمراض بين الناس، وفي حالات لما تكون فيروسية ممكن ما تدعقم، هي الجهاز لما تحجم به شخص تاني بتكون ساهمت في العدو. فنحن ننصح يا أخواننا أي زور عايز يتحجم لازم يأتي المركز متخصص حجامة، دي يعني طريقة علمية، ولازم يكون زول إكسبرينس في المرحلة الأولى. واثنين يتعامل مع جهاز جديد، نحن الآن في مركزنا الزول ما يكون عنده جهاز، عندنا أجهزة ونعمل جلسات وقائية وجلسات علاجية، والحيامة مختلفة، وأي حالة في جسم الإنسان عندها نقاط معينة تتحجم فيها. أنت أسر ومشيت لزول حجام مثلا وعندك مشكلة معينة في جسمك، المشكلة دي في الخريطة بتاع جسم الإنسان معلومة النقاط رقم كذا 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 بيحجموها، فالزول ده لو صدف إنه حجمك في نقاط ما مطلوبة ممكن يسبب لك مشكلة. يعني عند النساء الوحدة إذا كان عندها حمل وجات للشخص حجمها بطريقة خاطئة، ممكن النقاط اللي تحجمت دي تنشط العضلات الرحم، وهنا يحصل لنا أبورشن أو يحصل لنا إجهاض. فعشان كده يا أخواننا لازم الحجامة تخضع لضوابط معينة، لمعايير معينة، لشخص متخصص. ونحن الآن مركزنا متاح إنه إذا عايز يتحجم بهدف الاستشفاء بهدف الوقاية، الناس إن شاء الله تصلنا والنتائج بتكون جميلة وبتكون طيبة. جميل جدا. طيب يا دكتور سيف الدين، من ناحية تانية شنو الأمراض اللي بتحتاج بشكل كبير لحجامة؟ طبعا أغلب المشاكل نحن الآن اللي تحتاج لحجامة هو طبعا أي حالة ممكن تتحجم. ليه؟ لأنه أنت لما تحجم الزول معناته عجلت من العملية العلاجية أو الاستشفاء. لكن أشهر هذه المشاكل الغضروف بصفة عامة، عنده جلسات معينة عدد معين وفي أيام محددة، الخشونة، آلام المفاصل، آلام الظهر بصفة عامة، كذلك مشاكل الإنجاب، كذلك في الحجامة التجميلية. فالحجامة بتدخل في حيز التداوي بشكل كبير جدا، يعني ما في مشكلة في جسم إلا ولا حجامة في نقاط معينة، لكن الكلام ده لابد من شخص متخصص. فنحن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ما دارين نبالغ نقول إيه زول جاني العالج، لكن ما ندر أو يصدف إن زول جانا ويتبع النصائح والإرشادات والتغذية والوصفات وزايد الحجامة وبعض البدائل اللي بنتعامل بها نحن على مستوى مراكزنا كلها إلا وأتت أكلها والإنسان تعافى في زمن وجيز. ودائما نحن في أي عملية علاجية ما بنحب إنه الإنسان يطول معانا. جميل جدا. إحنا لسه متواصلين معك وحنتكلم أكتر في الحجامة، ولسه عندنا محاور كتير، لكن حنطلع فاصل قصير ونرجع لك تاني. أهلا وسهلا من جديد كل الناس اللي انضموا لنا، سعدنا بكم جدا. قبل الفاصل تكلمنا بشكل عام عن الطب البديل، الطب التكميلي، وعن العلاج بالأعشاب، وتمرحنا للحجامة وضروريتها والأمراض الممكن تعالج. احنا لسه حنواصل معنا دكتور سيف الدين مكاوي، مرحب بك مرة تانية، وخلينا كده نسوق الناس على انه انت عندك جسم تاني كبير في المركز بتاعك سيف الدين مكاوي، اللي هو خاص بالتجميل من شعر وبشرة وتفاصيل
ايضا عديده، فورينا بها. طبعا التجميل سؤال جميل من خلال التجميل. فاحنا لما نتكلم عن التجميل لابد نعرف ما هو التجميل او الجمال عموما. وطبعا انت فاهمه يا استاذه دعاء الان في هوس، في هوس التجميل بالذات حواء، يعني تلقي الوحده هي جميله لكن لو ما عملت حاجه يمين شمال ما بتشوف نفسها شنو في نفس الوقت جميله. وبعدين في حياه ثانيه اللي هي زي الظواهر السالبه دي احنا بنعمل على معالجتها الان، يعني تلقي الوحده مثلا يمشي كوفير لمقوى لصبغه لاستشوار ودي بتعمل مشاكل ثاني النازل بيجون للمعالج في نفس الوقت. عشان كده نحن عندنا الان في مركزنا بالذات حاجات كميه بتشابه الكورتيزون في خواصه التجميليه لكن ما يكون عنده الصيدلي فيك او الاثر الجانبي بتاع الكورتيزون. فلو جينا نبدا عن التجميل مثلا نبدا من فوق نمسك اللي هو الشعر مثلا، هو ممكن يكون باب من ابواب التجميل. واي واحده عايزه يعني شعر بشكل معين بلون معين بتسريحه معينه السبيبه تكون ما شاء الله سميكه ما يكون في تغصف ما يكون في تكسر، فالمشاكل دي كلها عشان تكون في لها معالجه الان مركز المكاوي وجد حلول للمشاكل بتاعت الحساسيه بتاعت الفروه الحكه العقول الالتهابات. كذلك عندنا مجموعه اسمها مجموعه الاتشلون، هذه المجموعه بتعمل على تغذيه البصيله وتفاعلها، بتعمل على الانبات والتطويل والتغذيه والتنعيم. فما شاء الله يعني الشعر ده احنا اشتغلنا عليه غسيل ومكوى ما خلينا حاجه لاي واحده عندها مشكله وده ملمح بسيط عنه، يعني اي واحده عندها اشكاليه متخصصه بالشعر بالذات لازم تصنع، لانه احنا دائما في التشخيص ما بنحب نتعامل مع الناس ديليفري، يعني واحد يقول لك انا عندي مشكله عايز الاقي منتج خدمه التوصيل فما بينفع في العمليه العلاجيه هنا بالذات، لو كل لما نتصنع احنا بنحدد نوع المشكله وان شاء الله بنحدد الوصفه. طيب نجي للبشرة عموما ونمسك الوش مثلا. الآن يا أستاذة مناز لو لاحظتي في بعض المشاكل اللي تكون متعلقة بالوجه بصفة عامة زي حب الشباب اللي هو الدهنيات زي الكلف التصبغات الجلدية والمسائل دي، ناس تقول لك احنا مشينا وما لقينا النتائج بيكونوا يأسانين استعملنا كذا حاجة ما ادت نتيجة، دي اللي بيجونا نحن كآخر مرحلة لأن ما في بوابة يمشوا لها. وليه؟ لانه هم دي ذات مفتخرين انه الوجه ده هو جزء منفصل عن الجسم، لكن الكلام ده بالعكس في الصليين الان يعني الوجه ده يا اخوان يتاثر بكل الاشياء اللي تحصل للجسم سلبا او ايجابا فهو بيعكس لك ما داخل جسمك. فالناس اللي بيعانوا من حب الشباب اللي بيقول لك ما لقينا علاج، نحن لما يصلونا في الموقع بيكون عندهم مشاكل داخليه، واحده من المشاكل دي قد تكون في اختلالات هضميه عند الجنسين الشباب والشابات. اما عند الفتيات قد يكون في اختلالات هرمونيه، هذه الاختلالات بتضرب في الوش وبتمنع انه البيت ما تتعالج. نعم. فنحن الان عندنا حلول من الداخل بتعمل على ضبط الهرمونات وفي نفس الوقت بندي مجموعه كامله لحب الشباب، هذه المجموعه بتعمل على تجفيف الدهون، بتعمل على غفل وفتح المسام في نفس الوقت، بتعمل ترميم تدي نعومه كامله بتشيل الرؤوس السوداء والبيضاء والبقع حتى الحفر اللي بتكون شكل ندب تحتيه او فوقيه. هذه المجموعه بتدي نتائج جميله جدا ما شاء الله عليها، اغلب الناس اللي تعاملوا معاها ما كان منهم الا الشكر في هذه المعالجه بالذات. في حاجه ثانيه بتخص التصبغات زي النمش والكلف، في ناس بيخلطوا بيناتهم، في واحد يكون عندها نمش بتقول لك انا عندي كلف، لكن لما تجي بتكون هي ما فاهمه النمش ده شنو. فدي عندنا لها حلول، هذه الحلول بتعمل توحيد اللون بتفتح تفتيح آمن يا أستاذ دعاء، لأنه نحن ضد الخوجن الحاصل الآن، لأنه عندها الصيدلي فكت المشاكل دي، فندي حاجات طبيعية من شأنها تغذي خلايا البشرة وتجددها وتساهم في نعومتها وتكشيرها في نفس الوقت وتدينا توحيد اللون والتفتيح الآمن والمستديم، تضمن لنا تفتيح مستدام مع ترطيب هذه البشرة أيا كان نوع خاصة الجافة أو المختلطة، لأنه يعني نحن كبير حب الشباب دائما بصيبة الدهنية. طيب دي فيما يخص البشر بصفة عامة والكلام عنها يطول، لكن في جزئية ثانية هي بتدخل معانا في حيز التجميل اللي هو مزرعة تناسق الأجسام. ولاحظت الآن المزرعة بتاعت البطون الكريش ما شاء الله تكون طويلة وممتدة زي الزيتونة، والناس ما فاهمين الواحد يكون عنده بطن ويشيل ويسفسف وما جاب خبر إنه المشكلة بتاعت البطن دي ممكن تتعكس، بالذات الناس اللي بيعانوا من ألم الظهر المفاصل دي لأنه بيكون البطن
ضغط على الفقرات دي كلها. فالان عندنا مجموعه بتعمل على تخصيص البطن. البطن دي جوا فيها حاجه اسمها دهون ذات سلسله طويله، فيها بروتينات ذات سلسله طويله، فيها سكريات ذات سلسله طويله، محتاجه لاعشاب تقطع هذه السلسلات من الداخل الى جزيئات عشان يسهل اخراجها من الجسم. وفي نفس الوقت بندي دهان موضعي للدهون اللي بتكون متكدسه حول البطن دي. ودائما الناس يا استاذه دعاء بيستعجلوا، احنا بالذات في السودان اللي غطف الثمار، يقول لك يا اخي 200 الكلام ده يعني في كم؟ عايزين نتائج سريعه. وانا ما بنصح بالتخصيص المفاجئ، أن التخصيص المفاجئ بكهل وبرهل. التخصيص اللي بتبني على الوصفات العلميه والنصائح والارشادات ودمج كل الاشياء الفيسيولوجيه مع بعض، ده بيدي نتائج جميله وبتكون ثابته، وفي نفس الوقت بتكون شد لعضلات البطن. احنا ما بنقول للزول ما تاكل، يعني في بعض الناس يقول تمشي لهم انت عندك مشكله بتاعت زياده في الوزن استعمل تخصيص يقول لك ما تاكل ده وما تعمل ده، فربما انت تقفي عن بعض الوجبات او بعض الاغذيه المحتاجه لها جسمك في البناء، وهنا تسبب لك في مشكله صحيه. صحيح. نحن ممكن نقول للزول استعمل 5 وجبات لكن بطريقه معينه، بطريقه معينه بكيفيه وبنوع. احنا ناكل بالكمس ما بناكل بالكيف. صحيح. وفي نفس الوقت المنتج اللي بنديه منتج امن من المستخلص من الاعشاب، ونتائجه كانت جميله جدا. ده التخصيص. وده ممكن ما قاعد يشكل قلق للناس، لكن التسميم حتى ما تخيل انه في ناس دايرين يسمنوا في الوقت الحالي وفي العصر الحالي، لكن احنا شاكرين لك جدا. نعم. استاذ سيف الدين المكاوي نورتنا، وما شاء الله عليكم عندكم حلول لكل المشاكل. نعم طبعا انا ذاتي شاكر لكم، والكلام عن المسائل دي كلها يطول، لكن انا احب انوه وازف البشره لبعض الناس اللي بيعانوا من المشاكل المستعصيه ما وجدوا لها حلول. نحن بفضل الله الان عندنا يعني مراكز متعدده على مستوى ولايه السودان. في الخرطوم عندنا موقع، في سوق ليبيا بالنسبه لسنبدات وما حولها عندنا موقع، مدني والمناقل وحلفة ودنقله، دي فيها مواقع وفيها ناس اكفاء بيعملوا معك بطريقه علميه، بيتم اصغاء كامل لمشكلتك، بيدوك حلول كلها ايجابيه. ونتمنى الناس يصلونا على الاقل يشوفوا الحياه دي على ارض الواقع. ونحن ان شاء الله في مزيد من الحلقات حنقوم بتقديم بعض الحلول وبعض الوصفات حتكون على الهواء بالذات في نقص حواء. وفي نفس الوقت نحن الان يا اخواننا مواقعنا متاحه، والناس ما تشيل هم من اي مشكله، يطرقوا ابوابنا ان شاء الله يجدوا الحلول باذن الله تعالى. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتور سيف الدين مكاوي مراز. نحن لسه عندنا فقره حتكون معانا، بس نطلع فاصل ونرجع.